مشاهدي الكرام، ننتقل وياكم إلى ضيفنا ومحل أسواق المالية سالم الشويمان. حياك الله سيد سالم وصباح الخير. يعني السوق اليوم أولى جلسات هذا الأسبوع يستقبل نتائج الشركات، وشهدنا اليوم أيضا إعلان يعني بقية إعلان الشركات، كان هناك أيضا إعلان شركة جرير. حدثنا عن نتائج هذه الشركة وأيضا شركة زين. أهلا بكم وبالمشاهدين والمستمعين الكرام. أعلنت اليوم جرير، كان الإعلان يعتبر جيد، نمو طفيف 5% بالأرباح مقارنة بالعام الماضي 9 شهور، كان فيه 3.779 مليار هذا العام مقارنة بالعام الماضي 3.292 مليار. يهمنا الآن ربحية السهم، كانت ربحية السهم العام الماضي 3.18 ريال، هذه السنة 3.36 ريال، يعتبر ربح جيد، مع العلم أن هناك نمو في حقوق المساهمين 1.530 مليار، هذا يعتبر جيد، فيه إجمالي دخل 455 مليون العام الماضي، هذه السنة 536 مليون، فيه نمو في الشركة في أرباحها. واضح أن الشركة استطاعت السيطرة والتحكم على السوق في الأجهزة الذكية وفي الكمبيوترات. نعم. وفي قطع الغيار وفي المبيعات. ماذا عن قطاع الاتصالات؟ يعني شركة زين أيضا كان لديها يعني لأول مرة شهدنا ارتفاع في رأس الشركة خلال هذا الربع، نتحدث عن 4 مليارات ريال، وتقريبا الربع الرابع على التوالي ما زالت الشركة مستمرة في تحقيق الأرباح. الواضح في زين تحسن في الفترة الماضية، لو ناخذ مقارنة سريعة بين الإيرادات العام الماضي وإيرادات هذه السنة، كانت إيرادات العام الماضي 3.532 مليار، هذه السنة 4.150 مليار. لو شاهدنا دخل العمليات، كان هناك ملحق في دخل العمليات 323 مليون العام الماضي، هذه السنة من العام 756 مليون، يعتبر رقم كبير. الصافي في الدخل في السنة النصف 2019 260 مليون، مقارنات 115 مليون. الجهد في الموضوع نمو ربحية السهم 45 هللة مقارنة ب20 هللة، لكن ماليا إن شاء الله إذا استطاعت التقليل من الخسائر المتراكمة 1.834 مليار التي تمثل 31.4% في المستقبل التخفيض من هذا الرقم، فالمتوقع أن نشاهد في المستقبل أن سعر عادل، وقد نشاهد يتجاوز 20. نعم سالم الشيمان، محل الأسواق المالية، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.